قال اثنان من أكبر الأحزاب السياسية في باكستان أنهما توصلا إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يستبعد أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وذلك رغم تصدرهم نتائج الانتخابات التشريعية. وأعلن حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب عن تحالف بينهما لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن يقودها رئيس الوزراء السابق شهباز شريف، في حين رفضت حركة إنصاف بزعامة عمران الانضمام لهذا التحالف وقررت الطعن في نتائج الانتخابات الأخيرة. وللمزيد حول المشهد في باكستان ينضم إلينا من إسلام أباد مراسل تلفزيون دولة الكويت عبد الرحمن حياة. بعد التحية، وبعد مرور نحو أسبوع من الانتخابات، إلى أين يتجه المشهد اليوم في باكستان، خاصة في ظل الإعلان عن تشكيل تحالف ائتلافي من جهة والحديث عن تزوير وطعن في النتائج من جهة أخرى؟ نعم، لا شك انه بعد مرور نحو اسبوع من اجراء الانتخابات العامه في باكستان، الامور تتجه نحو تشكيل حكومه ائتلافيه جديده دعا اليها رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف. تم الاتفاق بين اكبر حزبين في البلاد وهما حزب الرابطه الاسلاميه وحزب الشعب على تشكيل الحكومه الجديده بدعم من احزاب سياسيه اخرى وترشيح رئيس الوزراء. اعتقد ان الايام الثلاثه الاربعه القادمه ستتضح الصوره بشكل عام نحو اتفاق سياسي. نعم، أعاود السؤال لوجود خلل في الصوت. بعد مرور نحو أسبوع من الانتخابات، إلى أين يتجه المشهد في باكستان، خاصة في ظل إعلان عن التحالف ائتلافي؟ نعم، الأمور في باكستان تتجه نحو تشكيل حكومة ائتلافية مؤلفة من مجموعة من الأحزاب السياسية برئاسة شهباز شريف. أعتقد أنه خلال الأيام الثلاثة الأربعة القادمة تشهد تطورات أكثر نحو توجه الاتحاد. نعم، من إسلام أباد مراسل تلفزيون دولة الكويت عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك.